أول مرة في حياتي أجرب سينما في الثلج. يعطونكم الجاكيتات، قفازات، هوت شوكلت، بوب كورن، لحافات، كراسي مريحة، تذكرة الشخصين ب200 درهم بس. وصح إن الشاشة مو بواضحة وايد، لكن يعوضون عن هذا الشيء بتجربة صوتية حلوة. الشاشة أوضح عن شيء، تليفوني ظل منها بس. تقييمي للتجربة عالي لأن الفيلم نفسه كان حلو. مكانهم في سكيت دبي مول الإمارات. من شنو شخص تبون تسيرون وياه؟